ناعمة رقيقة جامدة، مزة ناعمة من الدرجة الأولى. احنا بنتكلم عن البونبوناية أنثى برج الحوت. يلا بينا. أهلا بأجمل ناس وأجمل عيلة في الدنيا، برحب بيكم. بعتذر اتأخرنا عن الحوتية شوية، إنما نزلنا وأنتوا عيلتي بقى ولازم تسامحوني، وناخد وندي مع بعض كده. جدي عرفنا بنفسه ونرحب بيه، واللي ما اشتركش يشترك. ويلا بينا بقى نفهم خصائص، طباع، أسرار، سلوك وطبائع أنثى برج الحوت المائي. الحب ليه مكانة خاصة قوي، وعن العشق والهوى أتكلم مع أنثى برج الحوت واخد راحتي وأقول بقى. عايزين شاعر رومانسي زي القدير نزار قباني كده ويقول عن أنثى برج الحوت؟ أعتقد هو الوحيد القادر إن هو يقدر يوصفها بالشكل اللي في خيالي، او على الاقل اللي هي تستحق. رومانسية من الطراز الاول ومن الدرجة الاولى، شور ما فيهاش نقاش وما فيهاش اي كلام اطلاقا. اولا الحياة من غير حب بالنسبة لانثى برج الحوت ناقصها اهم شيء، ان ما كانش ناقصها كل شيء، والعكس صحيح. من النساء اللي دائما واغلب الوقت بتبحث عن الحب والارتباط الصادق الحقيقي، وتحب أوي يكون في حياتها رجل تعتمد عليه، تسند عليه، تحط راسها على كتفه. الحوتية بطبعها أنثى جدا من الداخل، رقيقة، والأنثى دائما بطبعها وفطرتها محتاجة لرجل في حياتها. رقيقة، رقيقة أوي أوي أوي، تضاهي البسكوتاية في رقتها، وناعمة قوي وحنينة قوي وكريمة ومعطاءة وحمولة، ونبرة صوتها وطريقة كلامها وهادية، هادية مش عنيفة أبدا، عصبية في بعض الأحيان، ولما بيفيض بها الكلم ممكن تشوف فين بيوجعك وتديك. الحوتية عندها سنة غموض محبب ملزز، حتى لو انت بتحبها تحب أوي تسمع كلام حلو، وتلاقيها زي الغريباية كده في ايدك او زي البونبوناية. وبصراحة الكلام بيأثر في الحوتية، الكلام الرومانسي الناعم بياكل ودن الحوتية شوية، ممكن يكون عيب وممكن يكون ميزة اذا كان مع الشخص الغلط. اكيد طبعا عندها قدرة البنبناية أوي، البنبناية أوي على امتصاص الغضب، وتبقى أنت يعني فاير ومتعصب تخليك لين وتخليك كده هادي، وتخليك إن أنت بقيت مرخي بعد ما كنت مشدود. الحوتية ممكن تشتكي وممكن تقول اللي حصل معاها، وممكن تحكي إن أنت جيت عليها. لو فاض بها الكيل هي مش كتومة قوي لدرجة النساء الترابية مثلا، ما هو الموضوع بدرجات. الصدمة العاطفية هي أكتر صدمة ممكن تأثر في حياة أنثى برج الحوت وتشقلبها وتخلي فوقها تحت وعليها وطيها. الصدمة العاطفية بيبقى صعب على الحوتية تجاوزها بسرعة، وتدخل في مود اكتئاب سريعا، وممكن اكتئابها كمان يطول. طرية مش صلبة أوي، يعني أنثى برج الحوت مش ناشفة أوي. ما أنا بقول لك أنثى من الدرجة الأولى، دايما تلاقيها أنثى طرية والعاطفة تأثر فيها. يعني لو هي أم ولقت ولد ضعيف كده جسمانيا تميزه تفرقه، ولو هي أم وولادها رجالة واحد دخله يعني بسيطة وكده تميزه ويصعب عليها. ومع اخواتها نفس الكلام، لو لقت اخ كده يعني راكنينه في جنبه ومش معبرينه قوي تحتويه هي، ويصعب عليها قوي، وتحس وتبقى عايزه ان هي تخرجه من المده وتعوضه على قد ما تقدر. هي معطاءه جدا وتحب الهدايا قوي، تهادي وتتهادى، تبعت هدايا وحد يجيب لها هدايا لذلك. لو انت مرتبط بالحوتية اكثر من الهدايا حتى لو بسيطة، هي مش مادية اطلاقا،
اطلاقا الحوتيه دي ممكن انت تجيب لها حاجه زي كده تردها لك بحاجه زي كده، هو ده العطاء بقى. في نساء تجيب لها انت حاجه زي كده تجيب لك حاجه زي كده، او ممكن ما تجيبش خالص. الحوتيه بقى ما فيهاش الحته دي، تعطي او ترد الصاع 10 20 30 على قد امكانياتها وقدراتها. ممكن تكون مبذره في بعض الاحيان ولكن مش متمرده، يعني ترضى بقليله وترضى بالعيشه ومسالمه، ودايما تحب الهدوء وما تحبش المشاكل او العنف. لذلك لو انت حلوف ابوس ايدك، اهدى مع الحوتيه. الحوتيه عايزه حد رقيق الطباع، لين الطباع. الحلاليف مش هتنفع اطلاقا مع انثى برج الحوت. رغم كده انما انتقامية اكسلانس لزم الامر، فخلي بالك ما تستهونش برقة وهدوء وسكون الحوتية. واوعى تنسى اطلاقا ان الابراج المائية هي اعلى ومن اقوى الابراج انتقاما، والحوتية مائية في الاول وفي الاخر. فخلي بالك لا تقلب على الوش التاني وتخلي نهارك ليل وليلك نهار، وتوريك النجوم في عز وضح النهار. مش هخوفك اكتر من كده، انما رغم الرقة دي انيابها ممكن تظهر اذا انت جيت عليها. وخلي بالك الحوتية بتعرف تمثل قوي قوي لو حبت، عندها القدرة، وهتسبك عليك الدور وهتبقى انت عبيط ومصدق مهما كنت ذكي وفاهم نفسك ان انت ذكي، ودمعتها قريبة أوي أوي من النساء اللي دمعتها قريبة أوي وحساسة لأقصى درجة، وتحس دايما بآلام المحيطين وبآلام الناس جدا جدا، وعندها كرامتها وعندها دمها، وما تحبش تتائل على حد ومن نظرة عين تجرحها. لذلك خلي بالك ما تبقاش حلوف، كلامي ليك كرجل. يعني هنكتفي بقى بالقدر ده ومش هطول عليكم عشان ما تزهوش مني. بعتذر ان انا اتأخرت. اكتبوا لي ارائكم يا حوتيات في التعليقات، انا هقرا كل التعليقات وشيره، ودوسوا لايك توصل لبقية اصدقائنا. ده لو شايفين الحلقة عايزينها توصل، يعني انتوا اللي هتوصلوها مش انا. واكتبوا لي ارائكم، انا بقرا كل ارائكم. الانستجرام، الفيسبوك، قنواتنا التانية، كل ده في وصف الفيديو لو انت على اليوتيوب، وانزل في التعليقات هتلاقيها. واي حد بتشوفه فيديوهاتي عنده غير محمد ابو زيد نصاب ابن نصاب، الغوا الاشتراك واوعوا ان انتوا تثقوا فيه. واي حد بعت لي وانا اتاخرت في الرد عليه، انا اسف جدا لسه ما شفتش رسالتك، ما تزعلش مني، والى اللقاء.